انا قلت كل اللي عندي وما عنديش حاجة تانية اقولها، ولو قعدتوا تعملوا حركاتكم الهبلة دي من هنا لحد قيام الساعة مش هتوصلوا لحاجة، قسما بالله العظيم انتوا بهايم. ماشي يا حسان، وبرضه لو قعدت من هنا لحد قيام الساعة وما قلتش المتفجرات دي جت منين مش هصدقك. وبعدين انت هتقول يا حسان مفيش حد يا بابا بيقعد هنا وما بيقولش. قول يلا. عايزني اقول وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد دخلت أجسامهم ظلمة القبر. قلت لي بقى يا اخويا عملوا ايه في العروسة؟ شوف احسن يا اخويا، انت قدامك حل من الاتنين، يا تقول جبت المتفجرات منين لها بعد اجيب مرضك عفاف وحرميها للعساكر والمخبرين. مش هقولك بقى، العيال هنا جباب براه، هيتعمل عليها حفلة هيتعمل عليها حفلة، والعيال ما شافوش نسوان بقالهم اكتر من 14. تعملوها بلتولات كلب كفرة. ابن الجزمة اللي بيكفرنا فجأة ده انتهى بليلة. بل بالعكس، انتوا اللي هبل، انتوا صعبانين عليا على فكره، صعبانين عليا. انتوا بتعملوا كده ليه؟ عشان رضا عبد، عشان طاعة عبد، عشان خوف من عبد، عشان تنقية من عبد. لما انا واللي زيي بنعمل كده عشان تقى ربنا، عشان رضا ربنا، عشان خوف من ربنا، عشان طاعة ربنا، عشان ترقية من ربنا. انت يوم الايام هتشوفوا نار جهنم. حسام بيتكلم صح، حسام بيتكلم صح، ادعم بيه مظبوط ولا ايه؟ كمل يا جاسم. انت عندك حق، احنا فعلا يوم القيامة هنشوف عذاب جهنم، بس انت وحياة امك لا هتشوفه دلوقتي. اوعى تفكر نفسك هتموت شهيد، بالعكس انت هتموت كافر وابليس. الدين كلب، انت عارفين انت موتت كام واحد؟ الراجل نفسه بيروح يا كفرة، الراجل هيموت يا سيف. طلع برا، افتح الباب برا. عرفت اسمك يا سيف، عرفت اسمك يا سيف. نزل ايدك دي. ايه الراجل كان هيموت؟ ما يموت ولا روح في 60 داهية. انت باستهتارك ده عرفته اسمي، دي غلطة ممكن اقعدك بيها في البيت، بس انا بقى هعديها لك عشان انا العقيد سيف الحديدي. تقدر تقولي احنا ليه بيبقى لينا اسماء حركية لما بنخش هنا؟ ليه بنغمي عيونهم؟ عشان نأمنك يا حبيبي، ده نظام جهاز امن الدولة. كل الظباط اللي جوه ليهم اسامي حركيه عشان نأمنهم لما يخرجوا بره، عشان المساجين لما يخرجوا تترعبوا من بطشهم. اولا احنا اللي بنبدا بالبطش، ولو كنا احنا على حق ما كناش خبينا اسمائنا، ما كناش غمينا عيونهم. والتامين اللي سعادتك بتقول عليه تامين لينا ده جبن وخسه وما فيهوش ذره رجوله. راعي كلامك يا هشام يا مطهور، قسما بالله العلي العظيم هحولك للتحقيق، ولو كبرت في دماغي هقعدك في بيتك، مفهوم؟ عن اذنك يا سيف يا حديدي. طب يا شباب مدكور،
يا فندم، انا عندي مشكله مع الاسلوب اللي بيتعامل بيه سيف باشا مع الناس. انا شايف انه اسلوب قاسي جدا وهيخسرنا مش هيكسبنا، وعمره ما هيوصلنا للحقيقه. ماله بقى اسلوب يا هشام بيه؟ ما الواد اعترف ان هو اللي عمل كل حاجه. طبعا، ما هو لازم يعترف، وهيعترف باي حاجه تقول له عليها عشان يرحم نفسه من العذاب اللي انت حاطه فيه. انا مش عارف انت طلعت ظابط ازاي. شايف يا فندم؟ شايف سعادتك؟ شايف اسلوب السخريه اللي بيكلمني بيه؟ في ايه يا سيف؟ ما ترى انك قاعد في مكتبي. اسف يا فندم، فرصه بقى ان هشام بيه موجود معانا النهارده ونستفيد بخبرته. تحب حقق معاه ازاي؟ ايه رايك يا هشام بيه جيب له كده 2 كيلو جمبري جامبو، ازازتين بيره، فرش حشيش، وجوز نسوان حلوين كده عشان يطروا القعده، وبعد ما يقضي الليله بتاعته نقول له ها بقى احكي لنا ايه اللي حصل يا حبيبي؟ تحب كده؟ انت مالك محسسني ان انا بتكلم عن ابن اختي؟ ما تراعي كلامك يا سيف باشا. هو ان احنا نعامل الناس على انهم بني ادمين ده يبقى حرام؟ يا دي بني ادمين اللي انت فلقتني بيها من يوم ما شفتك. سيف، اشتغل بمبدا الشده واللين، مش كله شده كده. يا فندم مش مع الناس دي، دي ناس غيرنا خالص، الناس دي ما بتجيش غير بالسكه على دماغها. ومعليك بقى طبعا يعني سيدي العارفين. مش كل الناس. المجرمين اللي عليهم احكام. لكن دول مجرد ناس عاديين، جايبينهم عشان نستفسر منهم على حاجه. هشام بيه العادي بالنسبه لك او من وجهه نظرك مش عادي بالنسبه لي خالص. ده ممكن يكون عنصر كامن بيجهز لاي نشاط ارهابي في اي وقت. يا بسم الله ما شاء الله، البلد كلها ارهابيين في وجهه نظرك؟ كلها ارهابيين ما عدا امي، مش ثقه فيها لكن احتراما ليها. سيف معاه حق يا هشام، وبعدين ما تنساش ان فيهم ارهابيين والمتطرفين مراوغين الى اقصى حد. يا باشا الواد اللي تحت دمه بيتصفى، ده لو كافر ومحكوم عليه بالاعدام هنداويه الاول ما يتحرق. يعترف الاول على زمايله وبعدين يبقى حلاه حلال. يا هشام بيه ولو مات فيها يبقى امره انتهى. هو حد قال لك ان انا مغسل وضامن جنه؟ شايف يا فندم؟ شايف استهتاره بحياه الناس وصل لحد فين؟ هشام يا بدكور انا بحذرك، خد بالك من كل كلمه بتقولها. انت بتتكلم مع العقيد سيف الحديدي، يعني رتبه اعلى منك، واي كلمه كده ولا كده انا هحاسبك عليها. سيف انت هتخانق قدامي ولا ايه؟ ما انت شايف يا فندم بيتكلم ازاي؟ من ساعه ما دخل عمال بيشخط وبينطر، ده مش عامل اعتبار لاي حد. على فكره انا مش هاممني اي حاجه من الكلام اللي اتقال، انا كل اللي هاممني الواد اللي تحت اللي دمه بيتصفى. وعلى فكره يا سيف باشا، اوعى تفتكر ان الصوت العالي هيخوفني. عارف ليه؟ عشان انا على حق. ولو عاوزين تحولوني للتحقيق انا ما عنديش اي مانع، اي حتى فرصه ان الواحد يقول على كل حاجه. خلاص يا هشام، ابعت هات له الدكتور يكشف عليه. دكتور يا فندم، يا فندم يا فندم، الحاله دي بتاعتي انا، شغل كده بيبوظ. سيف هتكسر كلامي ولا ايه؟ انا قلت الدكتور يجي يعني يجي. اللي تشوفه معاك.